أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أشار علي بعضهم بكتاب التفسير الوجيز لوهبة الزحيلي وكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، فما رأي فضيلتكم فيها؟ مباحث في علوم القرآن هذا ليس تفسيرا، وإنما هو في أصول التفسير. لما درس الشيخ مناع رحمه الله أصول التفسير كتب مذكرة في ذلك ثم طبعها، فهذا في أصول التفسير وليس بالتفسير. وأما تفسير وهبة الزحيلي فأنا لم أطلع عليه، ولا أدري. نعم.